السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار يا شباب؟ أتمنى تكونوا بخير، أهلا بكم في الفيديو ده. طبعا لو كنت جديد معانا واشترك في قناة فعل الجرس، طبعا اليوم إن شاء الله شرح هيكون طريقة كسب ما يعادل تقريبا كده 3 سنت بالنسبة لعملة اللايتكوين. طبعا ممكن تربح أكتر من كده لو اشتغلت في الموقع، هوريكم طريقة الشغل في الموقع. ولو كنت جديد معانا لايك الفيديو، ولو مش مشترك انزل اشترك وفعل زر الجرس. طيب شباب، ده هو الموقع زي ما شايفين. طبعا يوميا بيدينا مجان اللي هي 100,000 لاتوشي او من عملة اللايتكوين. الموقع خاص بالتعديل، وكمان ممكن تستثمر فيه، لكن انا مش بنصح الناس تستثمر فيه عشان الموقع فيه خطط جهنمية او خطط كبيرة جدا، عشان الموقع ده اتخيل او اتوقع انه قريب جدا هيقفل. طبعا طريقة التسجيل، اول حاجة هنضغط على كلمة اول حاجه هنحط هنا عنوان المحطوط اللي تبي. طبعا الموقع اول مره يكتب معانا يكتب معانا بالشكل ده. اسم الموقع هو لاتس مينر او التعدين. طبعا اول حاجه هتحط الادرس بتاعك او عنوانك الخاص بمحفظه اللايتكوين. طبعا لو مش معاك محفظه خليك شرح هذا الفيديو، تقدر انك تعمل منه تطبيق، تقدر انك تعمل منه محفظه اللايتكوين. طبعا هنا هنحط العنوان بتاعنا، انا هحط العنوان بتاعي هذا. بعد كده نضغط على كلمه ستارت مينك او ابدا التعدين. بعد كده بيطلب منك انك تحدد انت روبوت او لا. طبعا يا شباب هنحدد اننا مش برنامج روبوت. هنضغط ضغط كده على المربع الصغير هنا، بعد كده هيجري معايا كده بالشكل ده. ممكن احيانا يجيب لك اختبارات او احيانا لا. طبعا احيانا بيقول لك مثلا حدد المناطق اللي فيها سيارات وحدد كده، فتحدد وتعمل تعقب. انا حاليا مش جاب لي حاجه. نضغط على كلمه ستارت مينك. بعد كده يا شباب هيدخلنا على الموقع، هيطلب مننا الايميل بتاعنا. هتحط الايميل بتاعك هنا، وبعد كده تضغط على كلمة ريكويست ايميل او ريجستر ايميل. هيقول ايميل ريكويست سكسفول، يعني تم ربط الايميل بتاعك. هتحط الايميل بتاعك تمام، بعد كده هيبدأ يعدي معاك مجانا، وتيجي يوميا تسحب المبلغ بتاعك اللي هو تقريبا 35,000 ساتوشي مجان كل يوم. تمام، ده هو واجهة الموقع. انا حاليا الرصيد بتاعي زي ما شايفين 56,000 ساتوشي او لاتوشي من عملة اللايتكوين. تعرف الموقع هيكون موجود اسفل الفيديو، وبعد الخطوة الموجودة في الموقع تبدأ تسحب من الموقع. هتضغط على كلمة وزدرو او سحب هنا، بعد كده تحدد المبلغ اللي عايز تسحبه وتضغط على كلمة كونفيرم. طبعا انا سحبت كل يوم، بيسمح ليك تسحب مرة واحدة فقط، فجمع الكمية اللي عايزها وتسحب في اليوم مرة واحدة فقط. دي الخطوة الموجودة معانا هنا او البلان الموجودة معانا. طبعا يا شباب الى هنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو مش مشترك كمان اشترك وفعل زر الجرس وعمل لنا لايك للفيديو ده، وفعل زر الجرس لتأكد انه ضغط على زر الكل عشان تضمن انه يوصلك ان شاء الله لما ننزل الفيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في غالي واترككم في رعاية الله.